ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى وفاة السيدة المعصومة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. هذه الإنسانة التي قال فيها أبوها إنها أم أبيها، لأنها كانت تعطيه من كل عقلها وقلبها وإحساسها وشعورها كل الحنان الذي افتقده عندما افتقد أمه في أول طفولته. وهكذا قال: إنها بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويرضيني ما يرضيها. ورسول الله ليس شخصا يخضع لعاطفته ومزاجه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنه ينطلق من أن فاطمة لا تتحرك إلا برضا الله ورضا رسوله، ولا تختلف مع أحد إلا من خلال البعد عن غضب الله ورسوله. لذلك رضاها رضا الله ورسوله، وغضبها غضب الله ورسوله. وهكذا كانت الإنسانة التي قالت فيها زوجة أبيها عائشة: ما رأيت أصدق منها إلا أباها. وقالت: ما رأيت أعبد في هذه الأمة من فاطمة. وكانت تعيش لأبيها فتعطيه من جهدها ما يفتح قلبه، وكانت تعيش مع زوجها فتجعل بيتها بيتا يلتقي مع كل طموحه الرسالي في البيت الإسلامي الذي يفيض بالخشوع وبالرحمة وبكل القيم الإسلامية. وكانت تعيش مع أولادها فتعطيهم كل الطهر في أمومتها وكل النقاء في تربيتها وكل الصفاء في روحيتها. ولذلك كانت هي وأبوها وبعلها وابناها كانوا في جو الطهر كله. الطهر يتفايض من عقولهم فلا يقترب الرس إلى عقولهم، والطهر يتفايض من قلوبهم فلا يقترب الرس إلى قلوبهم، والطهر يتفايض من حياتهم فلا يقترب الرس من حياتهم. ولذلك لما كانوا جميعاً الطاهرين بالله وبرسالته أنزل الله هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكانت هذه آية العصمة للزهراء وبعلها وابنيها، كما كانت عصمتها من خلال أنها سيدة نساء العالمين. وسيدة نساء العالمين بشهادة أبيها لا يمكن أن يقترب الباطل إليها. وكانت العابدة التي تقوم الليل حتى تتورم قدماها، وكانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويسألها ولدها الحسن وهي الضعيفة في جسمها: لما لا تدعين لنفسك فتقول: يا بني الجار ثم الدار. وهذا خط أهل البيت، يفكرون بالآخرين قبل أن يفكروا بأنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عاشت آلامها الجسدية،
وعاشت آلامها في أكثر من موقع، ولكن عظمة الزهراء عليها السلام أن كل آلامها لم تشغلها عن الموقف السياسي الصلب الذي وقفت، وكانت الإنسانة التي مثلت بالإضافة إلى كل فضائلها، مثلت المرأة المتحدية القوية الصلبة الواثقة بنفسها التي وقفت لتدافع عن الحق وهو حق علي في الخلافة. وقفت وتحدثت في المسجد بالمسلمين كلهم في خطبة تدلل على الأفق الثقافي الذي عاشته في وعيها لقيم الإسلام وأسرار الشريعة، ووقفت لتتحدث عن علي كما عرفت، علي الذائب في الله، علي الذي يتحرك في خط الجهاد دون خوف، علي الإنسان الذي علمه رسول الله 1000 باب من العلم يفتح له من كل باب 1000 باب، وكان مدينة العلم، علي الذي كان يمثل في وعي فاطمة كما هو في واقعه الإنسان الذي احتاج كل الناس إليه أن يسألوه ولم يحتج أن يسأل أحداً في أي شيء. لذلك كان كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سئل لما قدمت علياً، قال احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل أنه إمام الكل. وقفت في المسجد وتحدثت، وجاءها نساء المهاجرين والأنصار وتحدثت، وجاءها رجالهن بعد أن عبرت عن احتجاجها عليهم وتحدثت معهم، وجاءها الشيخان يسترضيانها عما صدر منهما تجاهها وتحدثت بكل قوة: إنكما أغضبتماني وأغضبتماني وأسخطتماني. وكانت قمة احتجاجها أنها أوصت أن تدفن ليلاً حتى لا يحضر جنازتها من لا تريد، وكانت قمة الاحتجاج في ذلك لتحتج بعد موتها بما احتجت به في حياتها.